عمي كمان مرني مين هذا الشاب اللي عم بيشتغل عند الرئيس جميل؟ كأني أول مرة بشوفه. هذا شغيله جديد، له كم يوم عم يشتغل عنده. شو هالحكي؟ وأنا آخر من يعلم. شو اسمه؟ اسمه أسعد. أسعد؟ لك لا شو بدي أسألك؟ لك شو قصته أبو سليم صار له كم يوم ما بين على السوق؟ لا هو ولا أبو تيسير السقا. هلا أبو تيسير بنعرف شو عذره، الرجال عريس جديد وفرحان بحاله. بس أبو سليم شو قصته؟ مش عارفني شو قصته. بدك شي جيب لك اياه؟ ايه بدي جيب لي شوية بابونج لأنه أنا طالع من البيت اليوم ممغوص كثير. هن بياخذوا بابونج ولا كمون؟ بياخذوا بابونج أو كمون. ايه خلص جيب لي أنت شوية بابونج شوية كمون أنا بدبر حالي روح. أيوة طيب تكرم عيونك يا عم محمود. يلا